أعلان النزاع عمل بعد مسح في الضفة الغربية أثبت في أنه في لنا حق للعاملين ورواتب العاملين هي متدنية جدا. إحنا لم نتلقى زيادة من 2008 لحد الآن، تحدثنا مع إدارة الوكالة إنها 7 شهور بنحاول جاهدين نقنع الوكالة من خلال الحوار إنهم يعطوا زيادة للضفة الغربية، لكن الإدارة رفضت. ومش بس رفضات، بدأت بإجراءات تأديبية وخرقت القوانين والأعراف الدولية وقانون العمل وقانون الأمم المتحدة، وقامت بتوجيه خصم لكل أعضاء الاتحاد وكتب تحذير وتهديد، وقامت بإرسال رسالة اليوم إلي بإيقافي عن العمل، بإيقافي عن العمل حتى إشعار آخر، ووضعوني تحت التحقيق. ليس لشيء، إنما ليني بطالب قاعد لحقوق العاملين في الضفة الغربية. إحنا بالنسبة لنا ما تعودنا نكون جبناء ولا نهادن حدا ولا نكون مطية لإدارة الوكالة ولا المفوض العام. الآن اللي اتخذ المفوض العام هو يخرق القانون الدولي وقانون المتحدة، سنرد عليه بقوة كاتحاد. اليوم في عندنا اجتماع وسيأتيهم الرد سريعا بإذن الله تعالى على الخطوات اللي قاموا بها.